اتس ميس نيفين، يلا بينا ناخد another new lesson for KG. يلا بينا ناخد درس جديد ل KG 1. تعالى نشوف هناخد ايه. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن unit 7، النهاردة هنكمل نشوف unit 7 بيكمل وبيقول ايه. بس ما ننساش نعمل ايه؟ subscribe, ring the bell, like, comment and share if you would like that. نعمل شير لو انتوا حابين. طيب تعالوا بقى نشوف موجود معانا page 48، لسه بنكمل معانا unit 7، نشوف بيقول ايه. بيقول معلومات عن the desert. the desert اللي هي الصحراء، مش احنا عندنا صحراء كتير يا اولاد في مصر وفي كل العالم. هنتكلم عن الصحراء هنا، نشوف بنتكلم عن ايه. هنشوف there is an animal that lives in the desert and that animal doesn't drink lots of water. اللي انا بقوله ده هنتكلم عن حيوان كده ضخم بيعيش في الصحراء، مش بيحتاج يشرب ميه كتير. هو بيبقى غريب شويه، انا بساعات بحس ان انا لو ما شربتش ميه ما اقدرش. هو بقى ربنا خلقه انه ما يشربش ميه كتير. مين بقى؟ هنتكلم على the camel. بيقولوا ايه؟ the camel lives in the desert. هو عايش في الصحراء. it saves water in its hump. ايه ده؟ خدتوا بالكم في صورة الكامل اللي موجودة دي؟ هنلاقي في ظهره ايه؟ حاجة كده كبيرة ضخمة كده ربنا خالقها فيه. هو بيحوش المية، سيف يعني بيحوش. هو بيحوش المية هنا في المكان ده، عشان كده هو مش بيشرب مية كتير، لأن في الصحراء مفيش مية كتير، فربنا خلقه ما يحتاجش انه يشرب مية، لكن يقدر انه يحافظ على المية اللي موجودة. بيقولوا ايه كمان عن الديزرت؟ It doesn't rain in the desert. هي مش بتمطر في الصحراء. ايه كمان؟ The soil is dry. الارض او التربة بتبقى جافة. There aren't many trees. مفيش trees. مفيش شجر كتير موجود في المكان. يبقى احنا كده عندنا 3 information about the desert. عندنا ثلاث معلومات عن الصحراء، وعرفنا the camel lives in the desert. طيب تعالوا ناخد عن الفورست. فورست الغابة. الغابة مين بيعيش في الغابة؟ lots of animals live in the forest. كتير قوي من الانيمالز بيعيشوا في الفورست. طب تعالوا نشوف اول حاجة، نشوف المعلومات اللي موجودة عن الغابة. Number one, it rains in the forest. بتمطر في الغابة، صح؟ مش كده في lots of trees. The soil is wet. مادام بتمطر كتير هتبقى الأرض إيه؟ تبقى مبلولة. طيب بما إن في مطر كتير والأرض مبلولة، هنلاقي فيها إيه؟ A forest has many trees. فيها أشجار كتير جداً. تعالوا نشوف مع بعض ايه الانيمالز اللي بتعيش في الفورست. عندنا مين؟ مونكيز. The monkey اللي بياكل بنانا lives in the forest. عندنا البارت. عارفين البارت؟ صورته اهي بيتكلم كتير، ده live in the forest. يبقى a parrot lives in the forest and a monkey lives in the forest. تعالوا نشوف مع بعض ايه كمان. عندنا يا ولاد other animals are written. في حيوانات تانية مكتوب اسميها. المفروض اسمع اسم الانيمال واشاور which one مين فيهم. بس انا هقوله لكم وهحط لكم الصورة فوق عشان تشوفوها. عندنا the cow, the fox, the camel, the parrot. عندنا fruits. fruits زي ايه؟ the apple, the orange. والplant اللي عندنا the tree اللي هي الشجرة.
الشجرة اللي بيبقى عليها مين؟ المونكي والبارت. ممكن يكون كمان عندنا سنيك، لأن الفورست بيبقى فيها كل الحاجات دي. طب تعالوا يلا بينا، في قصة حلوة كده ممكن نقراها مع بعض. دينا and daddy are talking together. دينا ودادي بيتكلموا مع بعض. بنقول ايه بقى؟ دادي، دينا بتقول دادي is planting a new tree. دادي، first we need to dig a big hole. لازم نعمل ايه؟ نحفر حفرة كبيرة علشان نقدر نزرع فيها شجرة، ولا ايه؟ طيب دادي بيقول لدينا، دادي these are the roots of the tree. Put the roots in water. قال لها ده الجزء بتاع الشجرة، نحطها في المية. دينا okay daddy. Daddy now let's put the tree into the hole. يلا نحط الشجرة فين يا ولاد؟ في الحفرة عشان نزرع الشجرة، صح؟ طيب daddy now let's fill the hole with soil. هيحطوا في الفتحة اللي هما بيعملوها دي ايه؟ التربة، السويل ده اللي بالطينة اللي احنا بنقعد نحطها كده عشان نزرع بيها. عندنا بيزي بي اللي بناخدها، اللي كانت معانا بقالها فترة، جات لنا تاني. بتقول لنا ايه بقى؟ Can I help Dina and Adam؟ بتقول هنا ممكن اساعد دينا and Adam؟ دينا Yes of course. What does the tree need now؟ دينا بتقول لها طبعا ممكن تساعدينا. تفتكري الشجرة محتاجة ايه دلوقتي؟ البيزي بي بتفكر What does the tree need؟ محتاجة ايه؟ Trees need air، هوا، light، ضوء، and one more thing، حاجة كمان هي ايه؟ water، مية، عشان نسقيها. طب دادي بيقول The tree needs water. Can you water the tree؟ ممكن تحطوا مية في التري، تسقوا الزرع يعني. دينا and Adam بيطلب منهم ان هم يعملوا كده. دينا and Adam Yes of course. دينا You can help to busy bee. دينا قالت للبيزي بي عشان ما تزعلش، انت كمان ممكن تقدري تساعدينا. وبدأ ان هم يساعدوا بعض في ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يزقوا the tree. طيب احنا كده يا ولاد خلصنا مع بعض unit 7، عشان نكمل بعد كده بقية اليونتس. بس ما ننساش نعمل ايه؟ subscribe، ring the bell، like and comment، and if you would like you can share. ممكن كمان تعملوا share عشان اي حاجة تنزل على القناة تقدروا تتابعوها معي. خلاص اشوفكم في حصة جديدة ان شاء الله. يلا باي.